أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بالعناوين. على وقع الاحتجاجات، رئيس سريلانكا يفر من البلاد ويمنح صلاحياته لرئيس الوزراء. الصين تعلن إبعاد مدمرة أمريكية من مياهها الإقليمية، وواشنطن تقول إن سفينتها عبرت بحر الصين الجنوبي لتأكيد حرية الملاحة. روسيا تحذر الغرب من رد مؤلم على العقوبات، واجتماع رباعي في اسطنبول لبحث أزمة الحبوب. اجتماع لقيادات مسلحة في طرابلس لضمان عدم دخول بشاغة إلى العاصمة الليبية. مشاهدينا، إذن أعلن رئيس البرلمان سريلانكي عن تسليم الرئيس الفار صلاحياته لرئيس الحكومة. يأتي ذلك فيما فرض رئيس الوزراء حظرا للتجوال غرب البلاد، وقال إنه سيبقى في منصبه وسيغادر بمجرد تشكيل حكومة جديدة. وكانت سريلانكا أعلنت حالة الطوارئ في البلاد بعد فرار الرئيس إلى المالديف رفقة زوجته وحارسه الشخصي. وكان رئيس البرلمان أكد أنه لم يتسلم خطاب استقالة الرئيس بعد، وقد علقت السفارة الأمريكية في كولومبو جميع الخدمات القنصلية كإجراء أمني بعد اضطرابات أمنية شهدت إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع اليوم على متظاهرين اقتحموا مكتب رئيس الحكومة. والمزيد متابع انضم إلينا من كولومبو الناشط محمد شيخ الدين عبر الهاتف. أهلا بك سيد محمد، بداية لو توضح لنا ماذا يعني تسليم رئيس الحكومة صلاحيات الرئيس؟ هل قدم الرئيس استقالته أم نقل صلاحياته فقط إلى رئيس الحكومة؟ سيد محمد تسمعني؟ يبدو أن لدينا مشكلة في صوت سيد محمد شيخ الدين. على كل حال نعلق على الصور التي تأتينا مباشرة من كولومبو. رئيس وزراء سريلانكا إذن فرض حظرا للتجوال غرب البلاد، ونشاهد رشق المواطنين الغاضبين لقوات الأمن التي تحيط بمبنى رئاسة الحكومة بالزجاجات الفارغة أو زجاجات المياه في حالة غضب، وذلك بعد أن قامت باقتحام مكتب رئيس الحكومة اليوم. الأنباء أشارت إلى أن البرلمان كان ينتظر أن يقوم الرئيس السريلانكي الذي فر إلى المالديف رفقة زوجته وحارسه الشخصي بتقديم استقالته، لكن بعد ذلك أكد البرلمان بأنه نقل صلاحياته إلى رئيس الحكومة الذي أكد أنه سيبقى في منصبه وسيتولى مهام رئاسة الدولة. إذا نشاهد محتجين غاضبين يحاولون ربما اقتحام مبنى رئاسة الحكومة وإزالة الحواجز الحديدية التي تحيط به. هم يتسلقون هذه الأسوار، ويبدو أن هناك حالة غضب عارم في محيط مبنى رئاسة الحكومة. إذن يبدو أنه انهار الآن، ربما نعم، إذن انهار السياج المحيط برئاسة الحكومة، ولا ندري إذا ما كان هذا مقدمة لاقتحام مبنى رئاسة الحكومة من جديد، لكن هناك أعداد كبيرة من المحتجين تحيط بهذا المبنى وحالة غضب عارمة. إذن ينضم إلينا من كولومبو الآن جاهز معنا محمد شيخ الدين. سيد محمد، ماذا يحدث في كولومبو الآن؟ الآن محمد شيخ الدين، دولة سريلانكا للقناة العربية. نعم، لا زال شارع سريلانكا غاضبة جدا أكثر من الأول، لأن الرئيس الدولة غادر من سريلانكا بدون أي تقديم استقالته، ورئيس الوزراء أيضا لم يقدم استقالته إلى الآن، وكذلك حالة طوارئ القصوى في جميع مناطق سريلانكا، في جميع أنحاء سريلانكا، إضافة لذلك حظر التجول في المنطقة الغربية.
لقمع المتظاهرين الذين سيطروا الذين يحاولوا السيطره على قصر الرئيس. فقط نريد أن نفهم منك ماذا يحدث حول مبنى رئاسة الحكومة. نحن نشاهد عدد من المتظاهرين يتجمعون حول المبنى. الأنباء أشارت إلى أنه تم اقتحام مكتب رئيس الوزراء، لكن هل تم إخراجهم بعد ذلك من المبنى؟ ومن هؤلاء الذين يقفون على أسوار المبنى؟ يعني ماذا يحدث لو تفصل لنا المشهد هناك؟ هم المتظاهرون يعني لم يخرجوا، بس يعني الحكومة يعني منعتهم بالقوة، رشتهم رش ماء وغاز مسيل للدموع، إلا أن المتظاهرون قويون وهم لا زالوا في مسيطرين قصر رئيس الوزراء. يعني الآن مبنى رئاسة الحكومة تحت سيطرة المتظاهرين؟ طيب الآن الأنباء تشير إلى أنه الرئيس قام بنقل صلاحياته إلى رئيس الحكومة، في حين كانت البرلمان أشارت الأنباء القادمة البرلمان بأنه كان ينتظر تقديم الرئيس لاستقالته. ماذا نفهم من ذلك؟ ما الفرق بين نقل صلاحيات الرئيس إلى رئيس الحكومة وتقديم الاستقالة؟ نعم، هرب الرئيس الدولة من دولة سريلانكا إلى مالديف وإلا لم يقدم استقالته، مع أنه تم الآن تعيين رئيس الوزراء رئيسا للدولة، يعني رئيسا بديلا للدولة مكان الرئيس، وكأنه يعمل من خارج من المنفى، كأنه يكون رئيسا للدولة ورئيس الوزراء رئيسا بديلا حاليا. يعني الوضع الحالي الآن بأنه الرئيس سريلانكا هو رئيس في المنفى موجود، وأنه مؤقتا يقوم رئيس الوزراء بالقيام بمهامه إلى حين ماذا؟ رئيسا بديلا إلى يعني ما لها أي خبر ثابت، يعني يعني احتمال الشوارع تقول أنه يقوم بمهام الرئيس وهو في المنفى، ورئيس الوزراء يكون بديلا له في الدولة لكي يحكم الدولة مؤقتا، احتمال هناك شيء من الخداع. يعني احتمال ماذا؟ أقول احتمال يكون هناك شيء من نوع من الخداع، يعني يكون الرئيس يعني يحكم الدولة في المنفى والقوات. نحن نشاهد الآن فقط اسمح لي أن أعلق على مشاهدة في الصورة. الآن هناك إطلاق من قبل قوات الأمن لقنابل الغاز المسيل للدموع في محيط مبنى رئاسة الحكومة. قبل قليل شاهدنا عمليات اقتحام وإزالة للسياج الحديدي الذي يحيط بمبنى رئاسة الحكومة. الآلاف يحيطون بمبنى رئاسة الحكومة بعد فرض حالة الطوارئ في العاصمة كولومبو وأيضا حظر التجوال، لكن يبدو أن جموع المحتجين لم تلتزم بكل هذه الإجراءات، وتقوم قوات الأمن بمحاولة تفريقهم من حول مبنى رئاسة الحكومة باستخدام المياه وأيضا الغاز المسيل للدموع. كنت تتحدث عن نقطة مهمة وهي محاولة الالتفاف أو ما وصفته بخداع. إذا نعم، هناك قنابل غاز مسيل للدموع تطلق، لا ندري إذا كانت تطلق من داخل مبنى رئاسة الحكومة أو من منطقة قريبة، لكن نشاهد المتظاهرين وهم يحاولون إبعاد قنابل الغاز المسيل للدموع والتي جاءت في وسط، ما زالت هناك المزيد من القنابل تلقى باتجاه المتظاهرين الذين يحيطون بمبنى رئاسة الحكومة. المشهد إذن مضطرب جدا، وهناك محاولات من أكثر من زاوية. نشاهد عدد من المناطق المحيطة برئاسة الحكومة ومناطق أخرى. نتابع إذن الصور ونستمع للصوت الطبيعي. Thank you.
إذن الصورة تتحدث. سيد محمد شيخ الدين، من جديد تعود قنابل الغاز المسيل للدموع التي يتم إطلاقها على المحتجين لتسيطر على المشهد حول مبنى رئاسة الحكومة. كنت تتحدث عن أنه ربما هناك محاولة خداع، الآن في ظل الوضع الراهن، الوضع الذي يقول بأنه قام رئيس الدولة بتسليم سلطاته إلى رئيس الحكومة، هل سيعقد البرلمان جلسة لانتخاب رئيس للدولة أم أن هذا الوضع لا يستدعي مثل هذا التوجه؟ هو صراحة أنه لا، الوقت ليس يعني متاحا لهذا للاجتماع، لأن الدولة عين رئيس الوزراء يعني غصبا عن الجميع، غصبا عن المتظاهرين وغصبا عن البرلمان وغصبا عن قادة الأحزاب، لأنهم اتفقوا في البداية أنه يعين رئيس الوزراء الحالي رئيسا مؤقتا إلى 20 هذا الشهر، ثم البرلمان هي التي ترشح الرئيس من قبل أعضاء البرلمان. لكن كل هذا الآن صار عكس. لذا هو رئيس الحكومة قال بأنه سيبقى في منصبه إلى حين تشكيل حكومة جديدة، هل هذا يعني أن الأمر أو التغيير سيقتصر على تشكيل حكومة ويبقى الرئيس في منصبه؟ هو الآن صارت مستحيل، لأن هو في البداية أخبر الشعب أنه يتنحى في تاريخ 13 هذا الشهر، لكن منذ أمس يعني أنه غير رأيه ولم يقدم استقالته، لأن دستور سريلانكا لو قدم استقالة رئيس الدولة على طول يعني رئيس الدولة هو الذي يحكم الدولة، يكون رئيسا، يعني لا يلزم عليه أن يتنحى إلى أن يكون الانتخابة القادمة ممكن يعني بعد سنتين أو 3 سنوات، وهذا يعني يكون غش الداخل أو خداع للاحتجاجات وللشعب سريلانكا. فقط من جديد اسمح لي فقط اسمح لي على المقاطعة، لكن نشير من جديد لمن انضم إلينا الآن، ما يحدث الآن هو أن هناك عدد كبير من المواطنين الغاضبين المحتجين حول مبنى رئاسة الحكومة. قوات الأمن قامت بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المحتجين، وذلك بعد أن أكد البرلمان السريلانكي أنه تلقى من الرئيس السريلانكي الذي فر إلى المالديف رفقة زوجته وحارسه رسالة تؤكد أنه نقل صلاحياته إلى رئيس الحكومة. المحتجون كانوا قد اقتحموا مبنى رئاسة الحكومة في وقت سابق من اليوم، لكن الآن قوات الأمن تحاول تفريقهم، أعدادهم بالآلاف ونشاهد ابتعادهم قليلا، مع أن البعض ما زال يرشق قوات الأمن بالزجاجات، زجاجات المياه، ويصرون على البقاء في محيط رئاسة الحكومة. رئيس الحكومة قال بأنه سيبقى في منصبه إلى حين تشكيل حكومة جديدة. الأنباء أشارت سيد محمد إلى أنه السفارة الأمريكية علقت خدماتها القنصلية، ماذا عن باقي السفارات والهيئات الدبلوماسية، كيف تعاملت مع هذا الوضع المضطرب؟ وإلى الآن يعني سفارة أمريكا فقط أعلنت أنها تتوقف نشاطاتها لمدة يومين نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها دولة سريلانكا الحالية. أما السفارات الأخرى إلى الآن يعني لم يخبر أي شيء، لم يعلن أي شيء، إلا أن حظر التجول أن يكون عائقا لنشاطات أي سفارات في العاصمة، لأن السفارات كلها في العاصمة. هل هناك التزام بحظر التجول في باقي مناطق العاصمة، وهل يشمل باقي المدن أم أنه محصور فقط على العاصمة كولومبو؟ حظر التجول هو ليس في العاصمة فقط، في المنطقة الغربية. المنطقة الغربية يسمى يعني يتكون من ثلاثة مناطق كبرى، المنطقة الغربية ثلاثة مناطق الكبرى. ولكن الشعب يعني لا أظن أنهم يتمسكون بهذا الحظر التجول، لأنهم يعني احتجاجاتهم ليس من اليوم ولا من أمس، منذ 3 أشهر لطرد هؤلاء. هل وردت أنباء عن وقوع قتلى أو إصابات نتيجة المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين؟ نحن نشاهد بين الفينة والأخرى يعني مرور سيارات إسعاف، هل في هذه الصور هل هناك يعني أي أنباء عن حدوث إصابات بين المتظاهرين أو رجال الشرطة؟
نعم، إلى الآن لم يسجل أي وفيات إلى الآن، ولكن الإصابات واردة، ولم يحصى إلى الآن أيضا واردة الإصابات، لكن المثير الغاز للدموع هي التي أثرت المتظاهرين، وبعضهم نقلوا إلى المستشفى. هل يعلم مكان وجود رئيس الحكومة سيد محمد؟ رئيس الوزراء يعني؟ نعم، رئيس الوزراء. إلى الآن لم يحدد الآن أين مكانه يعني. هل صدر أي بيان آخر من مجلس النواب باستثناء الإعلان عن أنه الرئيس قام بنقل صلاحياته إلى رئيس الوزراء؟ وكما الشعب وكما المتظاهرون، كل النواب البرلمان يعني غاضبون لأخذ هذا القرار، لأن رئيس الدولة ورئيس الوزراء أخبروا سابقا أنهم ينقلون السلطة بتاريخ 13 سلميا، ولكنهم يعني خدعوا الشعب وخدعوا الاحتجاجات وخدعوا العالم. نعم. كله. شكرا جزيلا على وجودك معنا وكل المعلومات التي أفدتنا بها سيد محمد شيخ الدين، الناشط السريلانكي، كنت معنا، أو الناشط من كولومبو، كنت معنا عبر الهاتف. إلى موضوع آخر، فقد أبحرت المدمرة الأمريكية بن فولد بالقرب من جزر بارسيل متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. الجيش الصيني قال إنه أبعد السفينة بعد دخولها المياه الإقليمية بشكل غير قانوني، متهما واشنطن بانتهاك القوانين الدولية وأنها شكلت تهديدا خطيرا للأمن والسلام. في مقالة البحرية الأمريكية إن سفينة بن فولد أكدت الحقوق والحريات الملاحية في بحر الصين الجنوبي بما يتفق مع القانون الدولي، وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، لكن الولايات المتحدة تنفذ بانتظام ما تسميه عمليات ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي. والمزيد المتابع، انضم إلينا من واشنطن الخبير في الشأن الأمريكي والباحث في العلاقات الدولية إيهاب عباس. أهلا بك سيد إيهاب. هل هي المرة الأولى التي تقوم فيها قطعة بحرية أمريكية بالمرور من هذه المنطقة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي؟ ولماذا رد الفعل الصيني متشدد هذه المرة؟ نعم، أهلا بحضرتك وأهلا بكل المشاهدين أينما كانوا. لا، ليست هذه هي المرة الأولى، بل هناك أيضا اختراقات للمجال الجوي في هذه المنطقة، وبالإضافة طبعا للاختراقات البحرية التي تقوم بها الولايات المتحدة متعمدة بين الحين والآخر. السبب في ذلك هو كما ذكرت حضرتك في المقدمة أن واشنطن تريد دائما أن تبقي منطقة البحر الصين الجنوبي منطقة ملاحية آمنة لكل الدول التي ترغب في المرور في هذه المنطقة ذهابا وإيابا من أماكن مختلفة، لأنها في الواقع منطقة مهمة جدا، منطقة تجارية، يعني بحر الصين الجنوبي يربط العديد من الدول ببعضها البعض، من بينها الصين طبعا وماليزيا ودول أخرى كثيرة، تايوان أيضا إلى آخره، التي بالمناسبة تايوان تطالب بالسيادة على جزر باراسيل التي تتنازع عليها مع الصين، وأعتقد ربما مع الفلبين ودول أخرى أو فيتنام. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية بسبب علاقاتها القوية مع الدول الأخرى عدا الصين في هذه المنطقة ترغب أن تكون دائما هناك ممرات بحرية آمنة لهذه الدول كي تستطيع أن تقوم بتصدير واستيراد المنتجات المختلفة مستخدمة بحر الصين الجنوبي دون أن تمتثل للأوامر الصينية في هذا الإطار، وهذا يتفق مع القانون الدولي. يعني الصين في هذا الموضوع تريد أن تؤمن أمنها القومي بشكل فرض سيطرة على منطقة بحر الصين الجنوبي، ويتقف أمامها الولايات المتحدة في هذا الإطار. من له كلمة الفصل بشأن من له السيادة في حال التنازع على منطقة؟ من يؤكد الحق للولايات المتحدة أو للصين بالسيادة على تلك المنطقة؟ يعني إذا ما رجعنا للقانون الدولي، نعلم جميعا أن كل دولة لها 12 أو 12 ميلا بحريا قبالة سواحلها بامتداد البحر تكون تفرض عليها السيطرة المتعلقة بهذه الدولة. بعد ذلك ندخل فيما يسمى بالمياه الدولية. الصين مشكلتها أنها تريد أن تفرض السيطرة على بحر الصين الجنوبي كاملا، وهذه منطقة كبيرة جدا. بحر الصين الجنوبي بحر واسع جدا، يعني أكبر من البحر الأبيض المتوسط تقريبا،
والسيطرة عليه من قبل دولة واحدة سيؤدي إلى يعني الظلم إنجاز التعبير الدولي والدبلوماسي لعديد الدول الأخرى. لكن الصين لا تريد فرض السيطرة فقط لمجرد السيطرة، لا، ولكن هي تريد أن تؤمن نفسها عسكريا وأمنيا ضد الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تشكل تهديدا للأمن القومي الصيني، تايوان، فيتنام، دول أخرى مختلفة، الفلبين، ماليزيا ربما في وقت من الأوقات. وبالتالي هذه هي المخاوف الصينية. لكن أعتقد أن المشكلة اليوم أن الصين لا تتوافق مع هذه الدول. إذا ما توافقت مع هذه الدول من الممكن أن يكون هناك إطار للتعاون واستخدام هذا البحر بشكل يؤدي إلى إخراج الولايات المتحدة من المعادلة. لكن طالما لا توجد هذه الاتفاقية حتى الآن بين هذه الدول والصين، أعتقد سيكون دائما هناك موطئ قدم للولايات المتحدة الأمريكية كي تحاول أن تضبط إيقاع استخدام هذا البحر في منطقة بحر الصين الجنوبي. شكرا جزيلا على وجودك معنا، الخبير في الشأن الأمريكي والباحث في العلاقات الدولية إيهاب عباس، كنت معنا مباشرة من واشنطن. إذن في الأخبار العاجلة، وكالة الطاقة الدولية طلب في 2023 سيصل إلى 101 مليون برميل يوميا و300 ألف. إذن وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن الطلب على النفط سيتزايد خلال العام القادم بواقع 101 مليون و300 ألف برميل يوميا. حذرت روسيا من أن الخطوات التي ستتخذها ردا على العقوبات الغربية ضدها قد تكون مؤلمة جدا، بحسب ما قاله مدير دائرة التعاون الاقتصادي في الخارجية الروسية، الذي شدد على أن بلاده لم تتخذ بعد إجراءاتها بكامل قوتها. وأضاف الوزير بأن العقوبات ضد روسيا ستعود على الاقتصادات الغربية سلبا. في سياق ذاته، أعلن نائب وزير المالية الألماني خلال مشاركته في مؤتمر في سيدني بأن بلاده ستتوقف تماما عن شراء الفحم الروسي في الأول من أغسطس آب، كما ستتوقف عن شراء النفط الروسي في 31 من ديسمبر، ما يمثل تحولا كبيرا في مصدر إمدادات الطاقة في البلاد. وأشار الوزير الألماني إلى أن برلين تعمل بشكل سريع على تطوير محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في سد فجوة إمدادات الغاز. والفحم الروسي شكل سابقا 40% من الفحم الألماني، بينما شكل النفط الروسي ذات النسبة من احتياجات الطاقة في ألمانيا. أفادت صحيفة التلغراف البريطانية بأن المحللين يرجحون أن تستخدم روسيا إمدادات الغاز كسلاح ضد أوروبا، وأن تستغل فرصة صيانة نورد ستريم 1 لتقطعها كليا، ما يعني بأن القارة العجوز ستدخل في أكبر صدمة طاقة في تاريخها. ظلام دامس وبرد قارس، كابوس يؤرق أحلام الأوروبيين مع اقتراب فصل الشتاء الذي لم يعد جميلا بنظرهم، بل إنه قد يقتلهم بعد أن يجمد أطرافهم. والسبب خوف من أن تقطع روسيا شريان الغاز إليها بشكل كامل، أي أن نورد ستريم 1 بطوله الممتد لمئات الأميال لن يضخ شيئا، فالتدفقات وصلت إلى الصفر جراء صيانة روتينية لتلك الأنابيب لعشرة أيام. صحيفة التلغراف البريطانية تنبأت بما وصفته بسيناريو يوم القيامة، مفاده إن قطع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمدادات الغاز فسيموت الأوروبيون برداً، عدا عن خسارة ملايين الوظائف التي تنذر بأزمة مالية خطيرة. فتوقف نورد ستريم 1 عن العمل يشي بأن روسيا قد تعطله نهائياً كسلاح ضد كل من يشن عقوبات على موسكو ويأبى الدفع بالروبل، تماماً كما رفضت الدنمارك وبولندا وبلغاريا هذا الخيار. لكن ألمانيا أكثر دولة أوروبية تحبس أنفاسها، لأنها على يقين بحسب محللين أن مستقبل طاقة واقتصاد أوروبا مرهونان بإمدادات الغاز الروسي التي يعتمدون عليها بنسبة 40%، فلا بدائل عاجلة حالياً. وقبل تلك العملية العسكرية الروسية كانت تنوي أن تخزن أوروبا نحو 80% من الغاز استعداداً للشتاء، لكنها لم تحقق سوى القليل. وفي ظل ترجيحات المحللين بقطع الغاز كلياً، وضعت برلين خطط طوارئ حددت فيها أولويات من يمكنه الوصول إلى الغاز في حالة حدوث انقطاع، المستشفيات أولاً، أما الأسر فأهم من الجهات الصناعية.
أعلن وزير خارجية البرازيل أن بلاده تعتزم شراء أكبر كمية ممكنة من الديزل من روسيا رغم العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا. يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو المقرب من الرئيس الروسي عن اتفاق يكاد يكون وشيكا مع موسكو بهذا الشأن، حيث حصل بولسونارو على تعهد من الكرملين بالمحافظة على مواصلة إيصال شحناتها من الأسمدة التي تحتاجها البرازيل. أعلنت تركيا أنها ستستضيف اليوم وفدين من روسيا وأوكرانيا إلى جانب دبلوماسيين من الأمم المتحدة لبحث استئناف إيصال شحنات الحبوب المتوقفة عبر البحر الأسود إلى الأسواق الدولية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أنه يعمل بجد في هذا الصدد وأن الأمر يتطلب بذل مزيد من الجهود. والمزيد متابع انضم إلينا من إسطنبول المحلل السياسي طه عودي أغلو. أهلا بك سيد طه. بداية، فرص نجاح هذا الاجتماع اليوم وأبرز العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق. تحياتي لك في البداية وللسادة المشاهدين. من دون شك يعني هذه القمة كان مقرر لها تقريبا قبل أسبوعين، تم الإعلان عنها، وبالأمس وزير الدفاع التركي أعلن بأن قمة رباعية سوف تعقد هنا في إسطنبول. المشكلة أو العقبة الأساسية هي ما زالت تراوح مكانها، وخاصة هناك مطالب روسية وأيضا رفض من قبل أوكرانيا فيما يتعلق بموضوع الألغام وإزالة الألغام. هذه هي نقطة أساسية وصعبة، ولكن هناك التصريحات التركية في الفترة الأخيرة الماضية كانت تؤكد وتشير إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل في هذا المجال لإيجاد حل هذه الأزمة، ولكن كما أشرتك قبل قليل عامل الثقة هو مفقود إلى حتى هذه اللحظة ما بين روسيا وأوكرانيا. أيضا هناك نوع من البرود في الخطوات الأمريكية تجاه هذه الخطوة أو هذه المرحلة، هي من وجهة نظري تصعب أو تضع هناك صعوبات. يعني أنت تقصد بأنه هناك عدم رغبة أمريكية بحل هذا الملف وإبقاء الأزمة، لكن الدور التركي الآن إلى أي مدى نجحت تركيا في تقريب وجهات النظر بين كييف وموسكو؟ يعني بتصور اعتقد تركيا هي تحاول يعني منذ اليوم الاول للحرب الروسيه الاوكرانيه في ايجاد حل للازمات واخرها ازمه الحبوب، ولكن كما اشرت لك قبل قليل ان الولايات المتحده الامريكيه ليست هناك عدم اكتراس في هذه الوساطه، وخاصه اذا تحدثنا عن ان الحرب ما زالت مستمره في على الساحه الاوكرانيه، ولكن تركيا هي تحافظ قدر الامكان على الجهود التي بذلتها وعلى الوساطة، تحاول قدر الإمكان أن تحقق نجاحات، ومن دون شك سوف تكون مستفيدة، خاصة إذا تحدثنا عن أن أي تأخر في هذه الأزمة وفي تصدير هذه الحبوب سوف تكون المنطقة أو العالم برمته هو مقبل على أزمة غذائية كبيرة للغاية، وخاصة ما نراه في الأيام والأسابيع الأخيرة من ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية. شكرا جزيلا على وجودك معنا المحلل السياسي طه عودة أغلو، كنت معنا مباشرة من إسطنبول. فقط نشير إلى أن التلفزيون السريلانكي قبل قليل قطع بثه بعد أن اقتحم المتظاهرون مبنى التلفزيون. هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. فرنسا تحذر من نفاذ الفرص أمام إحياء الاتفاق النووي، وتتهم إيران بسياسة التأجيل والتسويف. على وقع الاحتجاجات، رئيس سريلانكا يفر من البلاد ويمنح صلاحياته لرئيس الوزراء. الصين تعلن إبعاد مدمرة أمريكية من مياهها الإقليمية، وواشنطن تقول إن سفينتها عبرت بحر الصين الجنوبي لتأكيد حرية الملاحة. روسيا تحذر الغرب من رد مؤلم على العقوبات، واجتماع رباعي في إسطنبول لبحث أزمة الحبوب. اجتماع لقيادات مسلحة في طرابلس لضمان عدم دخول بشاغة إلى العاصمة الليبية.
أهلا بكم من جديد. أقلعت طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن متجهة إلى منطقة الشرق الأوسط في جولة يزور فيها إسرائيل والأراضي الفلسطينية والسعودية، ويتوقع أن تكون القضايا الإقليمية من بينها اليمن وإيران والقضية الفلسطينية من أبرز القضايا مدار البحث، بالإضافة إلى موضوع النفط الذي سيتم مناقشته خلال زيارة بايدن. تسببت قرارات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بوقف لعملية السلام، خصوصا عندما اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل. وتسلمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في يناير العام 2021 علاقات مقطوعة بين واشنطن والسلطة الفلسطينية، وبدت مصرة على ترميم هذه العلاقات بين رام الله وواشنطن. الرئيس بايدن هو ابن المؤسسة الأمريكية، وهو بالتالي أراد أن يعود بالسياسة الأمريكية إلى قواعدها التقليدية، وهي الاعتراف بحل الدولتين، إقامة علاقات مع السلطة. فهي مجرد عودة إلى الموقف التقليدي للولايات المتحدة، والذي كان الرئيس ترامب قد يعني خرقه بسياسته الجديدة. ومبدأ حل الدولتين شرط أساسي لدى الدول العربية والإسلامية، وهذا ما عادت إليه إدارة بايدن، كما عادت الإدارة إلى التحدث عن قضايا الحل النهائي والتوصل إلى حلول لها عبر المفاوضات. مقاربتنا للنزاع تقوم على أمر بسيط، وهو أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون بالتساوي إجراءات أمن وكرامة، وهذا ما يمكن إنجازه من خلال حل الدولتين، وهذا كان تقدير الإدارة السابقة. على الصعيد الفلسطيني، تسربت أنباء عن نية الأمريكيين منح الفلسطينيين مساعدات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وسيعلن عنها خلال هذه الزيارة، وهذا سيساعد السلطة الفلسطينية على متابعة عملها. بداية، لا شك أن السلطة الفلسطينية بحاجة ماسة للمساعدات، فهي تمر بأسوأ حالاتها الاقتصادية، ولكن بموجب القانون الأمريكي لا يجوز للإدارة الأمريكية أن تقدم مساعدات مباشرة للسلطة بسبب قوانين معينة، فبالتالي ستكون هذه المساعدات لجهات غير حكومية. يبقى البند الأوسع في عملية السلام في الشرق الأوسط والتوصل إلى اتفاقيات شاملة بين إسرائيل وجيرانها، على غرار اتفاقيات السلام بين إسرائيل ومصر أو الاتفاقات الإبراهيمية، وهذا ما تؤكد عليه الإدارة الأمريكية الحالية، وتسعى إلى إعادة إطلاقه بين الدول العربية وإسرائيل وبرعايتها. بيير غانم، العربية، واشنطن. مشاهدينا، نتابع هذا المقطع المصور من التلفزيون السريلانكي الذي قطع بثه بعد أن تم اقتحامه من قبل المتظاهرين، ويبدو أن أحد المتظاهرين يجلس في مكان المذيع ويلقي بيانا أو خطابا يتحدث فيه باسم المحتجين. حذرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا من أنه لم يتبقى سوى بضعة أسابيع قبل أن تنتهي الفرص أمام أحياء الاتفاق النووي الإيراني. كولونا أشارت إلى تبني إيران لسياسة التأجيل والتسويف والتراجع عن المواقف المتفق عليها، وقالت إن هذا الوضع لا يحتمل. أفادت مصادر العربية بأن قادة المجموعات المسلحة في طرابلس عقدت اجتماعا، وذلك لمنع أي محاولة لدخول رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي بشاغة إلى العاصمة. الآن إلى أخبار المال والأعمال مع لارا. صباح الخير لارا. صباح الخير، شكرا إبراهيم. أهلا بكم مشاهدينا. إذن ارتفاعات في سوق الأسهم السعودية في أولى الجلسات بعد عطلة العيد، ولكن تراجعات في بقية الأسواق الخليجية التي عادت للتداول اليوم. أكيد أسواق الإمارات كانت عاملة يوم أمس وكان فيها ارتفاع، بدأت الجلسة اليوم على ارتفاع تعود لتسجل تراجع. دبي 0.2% وأبوظبي أيضا على تراجع ب 14%، والخسائر الأكبر من نصيب قطر أكثر من 1% من الخسائر.
لنلقي نظرة إذن بداية لنفصل حركة في سوق الأسهم السعودية. السوق على ارتفاع بدعم أساسي من القطاع المصرفي. لاحظوا الأهلي السعودي من الأكثر تداولا من حيث قيم التداول في السوق، يسجل ارتفاعات بأكثر من 2%. الراجحي أيضا 1% من الارتفاع. من ناحية أخرى أرامكو على تراجع، أكيد كنا عم نشوف ضعف بأسعار النفط في الآونة الأخيرة. STC ارتفاعات قوية ب 2%، والإنما أيضا 1.4%. إذن البنوك والاتصالات تدعم اليوم سوق الأسهم السعودية. في بعض الشركات اللي عم بتسجل ارتفاع عليها أخبار على رأس أسواق عبدالله العثيم، تتوصل إلى اتفاق لبيع حصتها البالغة 13.6% في شركة عبدالله العثيم للاستثمار، عم بتبيعها للعثيم القابضة، وقيمة الصفقة 846 مليون ريال بالمقارنة مع القيمة الدفترية لهذا الاستثمار عند 238 مليون ريال، وبالتالي عم بتحقق أرباح كبيرة من هذا التخارج، وعم بتقول أنه الفائض سوف توزعه بمجمله إلى المساهمين. السهم كان فيه ارتفاعات أكبر، الآن مرتفع ب 1.7% فقط. ماذا عن الأسهم الأخرى اليوم في السوق الأكثر ارتفاعا وتراجعا في سوق الأسهم السعودية؟ اليوم كنا عم نشوف بعض الأخبار على الخزف، أيضا السعودية كانت عم بتوزع نصف ريال عن النصف الأول، خفضته عن توزيعات النصف الثاني من العام الماضي اللي كان 75 هللة. هذه الأسهم هي الأكثر ارتفاعا، من ضمنها معدنية البلاد سولوشنز كذلك من ضمن هذه الشركات. أما الأكثر تراجعا في سوق الأسهم السعودية سبكم، الخزف وكذلك المتقدمة. الخزف عم تتراجع رغم التوزيعات، لأنه العائد على التوزيعات إذا احتسبنا توزيعات النصف الأول وتوزيعات النصف الثاني مع أسعار الأمس، العائد بحدود 3%. السهم متراجع اليوم ب 2.8%. أنا ألقاكم مشاهدينا في برنامج الأسواق العربية بعد أقل من ساعة، لنعود الآن إلى إبراهيم لمتابعة النشرة. يعطيك العافية لارا، شكرا. تعهد وزير المالية السابق ريشي سوناك والوزير الحالي ناظم الزهاوي بتخفيض الضرائب في بريطانيا في حال الفوز بمنصب رئيس الوزراء خلفا لبوريس جونسون. مناورات سياسية لكسب الأصوات تراهن على وتر تخفيض الضرائب في عالم يعاني أصلاً من اقتصاد متأزم بسبب إغلاقات كورونا والحرب في أوكرانيا وأزمات أخرى، فكيف الحال بالبريطانيين أنفسهم؟ صحيفة ذا صن سلطت الضوء على المرشحين لخلافة جونسون ممن عملوا في منصب وزير المالية، وما عن سحاب ساجد جويد يبقى في حلبة المنافسة ريشي سوناك وناظم الزهاوي من أصل 8 مرشحين مناصفة بين الرجال والنساء. ريشي سوناك المرشح ذو الأصول الهندية تعهد بخفض الضرائب عندما ينخفض التضخم وينمو الاقتصاد، كما قال إنه قادر على اتخاذ قرارات صعبة كما فعل خلال أزمة كورونا، وأنه سيحافظ على القيم الاقتصادية. ناظم الزهاوي المرشح ذو الأصول العراقية وعد بتخفيضات ضريبية تبلغ 32 مليار جنيه استرليني وتخفيض ضريبة الدخل تدريجيا، بالإضافة إلى توسيع ضريبة السكن لتشمل 5 فئات بدلا من 3 كما كان معمولا به. سوناك والزهاوي اشترطا لتنفيذ تعهداتهما الفوز بمنصب رئيس الوزراء أولا، شروط حذرت منها وزيرة الخارجية والمرشحة لمنصب رئيس الوزراء ليز تراس من تسليم مفاتيح الرقم 10 إلى مرشح لن يحقق ما تعهد به للبريطانيين، فيما اتهم حزب العمال المحافظين بمحاولة استخدام ما وصفوها بشجرة المال السحرية. جاسم محسن، العربية. مشاهدينا، في نهاية نشرة هذا تذكير بأبرز عناوينها. على وقع الاحتجاجات، رئيس سريلانكا يفر من البلاد ويمنح صلاحياته لرئيس الوزراء، والتلفزيون السريلانكي يقطع بثه بعد اقتحامه من قبل المتظاهرين. الصين تعلن إبعاد مدمرة أمريكية من مياهها الإقليمية، وواشنطن تقول إن سفينتها عبرت بحر الصين الجنوبي لتأكيد حرية الملاحة.
روسيا تحذر الغرب من رد مؤلم على العقوبات واجتماع الرباعي في اسطنبول لبحث أزمة الحبوب. اجتماع لقيادات مسلحة في طرابلس لضمان عدم دخول بشاغة إلى العاصمة الليبية. نتابع مشاهدين الآن هذا اللقاء الخاص مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر متحدثا عن الاستعدادات لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى مقابلة خاصة تأتيكم هذه المرة من تونس، ونستضيف فيها سيد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. سيد فاروق، أهلا وسهلا بك إلى شاشة العربية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مقر هيئة الانتخابات. طيب، نبدأ من البداية، ربما نسخة جديدة أو معدلة لدستور جديد أسيل حوله الكثير من الحبر، هيئة الانتخابات ماذا تفعل؟ طبعا هيئة الانتخابات في قلب هذا الحدث، نحن نتابع كل ما يصدر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية. ما ورد من الناحية القانونية هو أمر يتعلق بإصلاح أخطاء شكلية تسربت إلى نسخة 30 جوان 2022، هذا صريح ما صدر بالأمر الرئاسي. ولكن بغض النظر عن نقاش هل أن ذلك تعديل في الشكل أو تعديل في الأصل، هيئة الانتخابات تفاعلت مع هذا الحدث وأتاحت إمكانية تغيير الموقف من نسخة 30 جوان 2022. قمنا بإصدار بلاغ وطلبنا من كل الأطراف التي شاركت في حملة الاستفتاء، سواء كانوا أحزاب سياسية أو جمعيات أو أفراد، إمكانية الاطلاع على ما صدر من تعديلات وتغيير الموقف، سواء كان موقفا داعما أو رافضا. وحتى أولئك الذين رفضوا تحديد الموقف أو انسحبوا أتحنا لهم إمكانية تغيير ذلك. بالتالي يبدو لي أن الهيئة تفاعلت إيجابيا مع ما صدر، قمنا بتنقيح قرار الرزنامة وقمنا بإتاحة الحق للجميع في أنه يتدارك أو يغير الموقف من المشروع الأصلي لدستور المنشور في 30 جوان 2022. طيب، من الناحية القانونية عندما نتحدث عن انتخابات أو استفاء وكما هو الحال، هناك روزنامة محددة بمواعيد، هل احترمت هيئة الانتخابات هذه المواعيد عندما يصدر تعديل على نسخة صادرة بالرائد الرسمي؟ أريد أن أدقق أن الأمر لا يتعلق بتعديل على نسخة صدرت في آخر شهر جوان، الأمر يتعلق بإصلاح أخطاء مادية، أخطاء شكلية، والفرق شاسع بين التعديل في الأصل وبين الإصلاح. لو كنا نتحدث على تعديل في مضامين أصلية يمكن أن يستقيم الحديث بأنه يجب تغيير الرزنامة، ويمكن أيضا الحديث حول إمكانية حتى لتغيير الموعد. ولكن ما حدث فعلا هو يعني إدخال، دعني أقول، إصلاحات شكلية، تعديلات تحسينية في النص، وأتحدث كرجل قانون في الأصل، تعلمون أني قاضي ومختص في القانون. بالتالي لازلنا في إطار المشروع الذي صدر في 30 جوان 2022، وهو المشروع الأساس وهو الأصل في تحديد كل الرزنامة الانتخابية. بالتالي الهيئة حريصة كل الحرص على احترام القانون في علاقة بالأجال والتواريخ، وعلى احترام الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء، وحتى هذا الحدث الذي يتعلق بإصلاح أخطاء تفاعلنا معه إيجابا وأتحنا إمكانية التغيير. وهذا في اعتقادي قرار شجاع من مجلس الهيئة، أنه يمكن الأطراف السياسية من أن تغير الموقف بالرغم أن ما صدر هو تحسينات وإصلاح لبعض الأخطاء الشكلية التي تسربت لمشروع 30 جوان 2022. رئيس هيئة الانتخابات يؤكد للعربية والحدث أن ما حدث هو إصلاح، وبالتالي النص الأصلي لدستور تونس الجديد هو ما صدر بالرائد الرسمي يوم 30 جوان. بالفعل النص الرسمي هو ما صدر يوم 30 جوان، وما أدخل عليه من إصلاحات تتعلق بالشكل وليست بالخيارات الكبرى في نص الدستور. وبناء على ذلك قرر مجلس الهيئة أن لا يغير في الموعد وأن يقتصر على إتاحة إمكانية تغيير الموقف من هذا المشروع. طيب، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي وحدها الجهة المخولة للحديث عن إجراء الاستفتاء نجاحه أو فشله. رئيس الجمهورية في آخر لقاء بكم يؤكد أنه لا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق. ما الذي يحدث؟
هو بالفعل تفطنا كهيئة انتخابات إلى بعض المحاولات المعزولة للدخول إلى منظومة تسجيل الناخبين وتغيير مراكز الاقتراع لبعض المواطنين دون علم هؤلاء، وكانت النية واضحة هو إحداث نوع من البلبلة يوم 25 جويلية، ولكن الهيئة تفطنت بهذه العملية مبكرا بالتعاون مع مصالح وزارة الداخلية والمركز الوطني للإعلامية، وقمنا بوقف هذه المحاولة، وأيضا قمنا حتى بإيداع شكاية جزائية وتتبع الأطراف الذين حاولوا الدخول إلى منظومة التسجيل، وهناك قضية جزائية جارية حاليا أمام القضاء في هذا الموضوع. ولكن دعني أطمئن وأقول أن المحاولة كانت معزولة وكانت فاشلة، تتعلق ببضعة أشخاص تم تغيير مراكز اقتراحهم، وقمنا بإصلاح العملية. طيب، هذا في الجانب التقني. في الجانب السياسي، الهيئة ربما قد لا تعجب من هم مع ومن هم ضد الهيئة، متهمة حتى على الأقل عدا الجانب التقني في الجانب السياسي. هيئة الانتخابات اكتسبت من الحرفية ما تجعلها قادرة على تنظيم الانتخابات، ولكن دعني أؤكد أيضا وللأمانة أن السلطة السياسية القائمة حاليا في تونس لم تحاول التدخل البتة في العمل التقني لهيئة الانتخابات. يعني حتى في لقاءاتي مع السيد رئيس الدولة كان يعبر في كل مرة على احترامه لهذه المؤسسة الدستورية العريقة، وأنه يدعو إلى عدم التدخل في شأنها ويدعو إلى حياد جميع الأطراف، وذلك كان واضحا حتى في خطابه ليلة البارحة. قليل من السياسة الفترة الاستثنائية، سندان الداخل، ضغط الخارج، تونس تحت الانظار. هيئة الانتخابات هنا ربما عملية النزاهة أستاذ فاروق تتطلب أكثر من جهوزية هيئة في وقت وظرف استثنائي. شوف، أنا دائما أقول أن العملية الانتخابية فيها جانب تقني ولوجستي، وهذا شيء روتيني ومقدور عليه من هيئة الانتخابات بحكم التجربة التي يعني تحصلت عليها منذ 2011. ولكن الأهم من الجانب التقني واللوجستي هو الجانب السياسي، بمعنى الثقة في إدارة العملية من المؤسسة، وخاصة مقبولية النتائج بعد الإعلان عنها. هذا يتطلب عمل كبير يوم 25 جويلية. بالتالي في اعتقادي أن هناك ضمانتين أساسيتين في علاقة بين نزاهة العملية الانتخابية، ضمانة هيئة الانتخابات، ولكن أيضا ضمانة القضاء الإداري الذي سوف يراقب النتائج التي سوف تعلن عنها هيئة الانتخابات، وسوف يقر الكلمة الأخيرة في خصوص النتائج بعد وجود طعون، والأكيد سوف تكون هناك طعون في النتائج الأولية. طيب، ستكون هناك طعون، ضمانتين، ضمان هيئة الانتخابات وضمان القضاء الإداري. الملاحظون هل سيكونون موجودون؟ طبعا الملاحظون المحليين والأجانب والصحفيين أيضا والضيوف وممثلي الأطراف المشاركة، تعلمون أن هناك أحزاب وجمعيات وأشخاص تابعين من حقهم أن ينتدبوا أشخاص يمثلونهم في مكاتب الاقتراع. هيئة الانتخابات منفتحة على خاصة الملاحظين المحليين وأيضا الأجانب. نستمع إلى تحاليل في اعتقادي غير دقيقة أنه هذه الهيئة منغلقة تجاه الملاحظين خاصة الأجانب، وهذا غير صحيح. نحن نعتمد يوميا طلبات من منظمات وجمعيات تونسية وأجنبية سوف تشرف على ملاحظة عملية استفتاء يوم 25 جويلية، وبتعليمات من مجلس الهيئة نيسر لهم الإجراءات للحصول على بطاقات الاعتماد. وتعلمون أن حتى من مصلحة الهيئة أن يكون هناك ملاحظين يلاحظون العملية ويدونون التقارير ليشهدوا أمام التونسيين وأمام العالم بشفافية العملية التي سوف تجرى يوم 25 جويلية. طيب، هي ليست أول تجربة انتخابية. فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات يؤكد أن كل الملاحظين الأجانب على الداخل ستوفر لهم كل شروط الملاحظة، ليس لأول عملية انتخابية ولكن لاستفتاء استثنائي بعد 2011. أكيد هذا سيكون، وتعليمات المجلس واضحة للإدارة أن تسهل عمل الملاحظين جميعهم دون استثناء أجانب أو محليين. ولكن دعني أؤكد كما تفضلت أنه هذا استفتاء يجرى لأول مرة في تاريخ تونس على دستور جديد. تونس شهدت استفتاء في سنة 2002، ولكن استفتاء على تعديل دستوري، ولكن تاريخ تونس الدستوري هذا أول دستور يعرض على مصادقة الشعب التونسي. بالتالي هو حدث كبير في تاريخ تونس، راه أهم حتى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأنا دائما أعطي هذا المثال، يعني الانتخابات التشريعية والرئاسية هو انتخاب شخص لمدة 5 سنوات ثم يمكن تغييره، ولكن نحن الآن أمام المصادق على دستور سوف يحكم البلاد لعقود قادمة، وسوف ينظم السلطة السياسية من جديد في تونس
علاوة على الحقوق والحريات وعلاوة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. بالتالي على المواطن التونسي أن يعي بأهمية هذا الرهان وأن يتجه إلى صناديق الاقتراع وأن يعبر عن إرادته مهما كانت، سواء كانت بنعم أو لا. طيب، من يشاهدنا الآن، الكفاءة، نزاهة، الحياد وما إلى ذلك، ولكن هناك ربما معطلات لهذه العملية، ضيق الأجال ثم التجديد، الحياد، كل هذا يضغط على الهيئة. كيف ستتعاملون خلال هذه المدة حتى الوصول إلى يوم 25 جويلية، وكيف سنتحدث عن نجاح استفتاء يوم 25 جويلية عدا الطعون وما طبع. بالفعل هو أمام الهيئة تحديان رئيسيان. التحدي الأول هو إنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام في أجال قياسية، دعني أقول في أجال قصيرة جدا لم تشهدها الهيئة منذ تأسيسها في 2011، وهذا تحدي كبير جدا، وفي اعتقادي الهيئة لوجستيا وفنيا سائرة نحو رفع هذا التحدي. كهيئة انتخابات لا تعنيني النتيجة بنعم أو لا، هذه مسألة تعود إلى الشعب التونسي، ونحن كهيئة مؤتمنين على هذه الإرادة. يعني ما سيعبر عنه الشعب التونسي يوم 25 جويلية سواء كان بنعم لهذا الدستور أو بلا لهذا الدستور نحن سوف نعلن عنه، ولكن نأمل أن تكون هناك مشاركة واسعة للشعب التونسي لكي تكون النتيجة، خاصة إذا تم تبني هذا المشروع، تكون نتيجة لها من المشروعية التي تجعل من هذا الدستور يمكن أن يحكم البلاد لفترة طويلة قادمة. طيب، هل تعتبرون هذا نجاحاً لعملية الاستفتاء؟ في اعتقادي أن نسب مشاركة محترمة، بالرغم أن القانون التونسي لا يفترض حد أدنى للمشاركة، وهذا رأوا ليس غريب على القوانين الديمقراطية. هناك العديد من القوانين الديمقراطية في العالم في خصوص الاستفتاءات لا تضع حد أدنى للمشاركة، وتونس تقريبا في هذا التمشي. ولكن هذا من الناحية القانونية، ولكن من الناحية السياسية ومن ناحية مشروعية النص الذي سوف يتم تبنيه، من الأفضل أن تكون هناك نسب محترمة من إقبال الناخبين على التصويت بغض النظر عن مضمون ذلك التصويت. طيب، نتحدث عن القانون الانتخابي، هو المرجع، هو النص المؤسس. ربما قد لا تغيرون قانون اللعبة في الاستفتاء، ولكن في ما قادم خاصة انتخابات 17 ديسمبر. بطبيعة الحال هو شوف، يعني قادم الاستحقاقات الانتخابية سوف تكون مبنية على ما سيفرزه الاستفتاء. يعني إذا تم المصادق على مشروع الدستور المعروض على الشعب التونسي، طبيعي جدا أنه في انتظار القيام بالانتخابات التشريعية في شهر ديسمبر يجب تغيير القانون الانتخابي المتعلق بالانتخابات التشريعية، وهذا يجب أن يتم طبقا للأحكام الانتقالية للدستور إن تمت، أقول إن تمت المصادقة عليه. بالتالي لا مناص من قانون انتخابي جديد يتعلق بالانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي سوف تجرى في شهر ديسمبر 2022، ولكن كل هذا مرتبط بنتيجة استفتاء 25 جويلية. طيب، مطبات القانون الانتخابي الآن الذي ربما أرهق الهيئة وهي تعد العدة وتسير في الاستفتاء؟ نعم، هو أهم إشكالية في اعتقادي ولا زالت قائمة في القانون الانتخابي ولم نجد الوقت لمعالجتها في تونس، هي مسألة إحكام الرقابة على الحملة الانتخابية، وخاصة في جانب التمويل وفي جانب الحملات في الفضاء الإلكتروني وفي مواقع التواصل الاجتماعي. تونس أو الانتخابات التونسية عموما أصبحت أمام تحديات جديدة. تعلمون أن في العالم الحملات أصبحت تدار بوسائل جديدة، يعني إما بالفضاء الإلكتروني، في وسائل الأعلام، هناك أيضا أموال تضخ في الحملات الانتخابية. يبدو لي أن الإطار القانوني الحالي لا يزال قاصرا لمواكبة كل هذه التطورات لتكون هناك رقابة فاعلة على هذا الموضوع، ونأمل كهيئة أنه يتم تدارك ذلك في القانون الانتخابي الجديد. رزنامة الانتخابات انطلقت، متى ستنتهي؟ رزنامة الانتخابات انطلقت وهي الآن تقريبا في أشواطها الأخيرة. نحن يوم 25 جويلية سوف يكون يوم التصويت العام في تونس، ولكن أيضا بالنسبة للخارج وتقريبا يجرى التصويت في 47 دولة في ثلاث أيام، في 23 و 24 و 25 جويلية، ثم ننطلق في مرحلة طعون أمام القضاء الإداري في طور ابتدائي واستئنافي، وصولا إلى الإعلان عن النتائج النهائية في موفى شهر أوت 2022. ولكن دعني أؤكد أن التوقيت فتح مكاتب ومراكز الاقتراع بالنظر إلى أن العملية تجرى في فصل الصيف سوف يكون من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة العاشرة ليلا، لمحاولة استقبال أكبر عدد ممكن من الناخبين التونسيين.
سيد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شكرا جزيلا لك، الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم في موعد قادمة، إلى اللقاء.